نزل عند مجمع صوالحك يا قلت لك راني جايه. افتي حينور راكي تشوف الرجلين والو. ماشي وقت الضحك الحامض، في السعي وقبل ما تلحق علينا ديك الديبه ديال مرتك. تبارك الله، صافي راكو غاديين؟ راجلي وكيما تسالي فيه نسال فيه. لا ما قلنا والو، حقك فيه ما يقلعولكش حتى الطبيب. وتعرفي واش تا حتى داك الحق اللي نسالو يا نعطيتولك، غير هزي عليا الزمر وخويو عليا. عايشه ما تفهمينيش غلط. لا كنت فهمك غلط، ما درك راني فهمك نيشان. غير في استجمع عليا شراوتك وريحتك، ما نبغيهاش تدور هنا. يلا يلا هيوا. عايشه خليني نقول لك غير واحد الكلمه. قوي در سكوت، ما تبقاش تطلع لبنادم الشان، بركه ما تبرر لها. لا غير بغيت نقول زعما اياك ثم وياك يقول لك بالك تولي الدور بيا. يلا نمو الشطابه تلقى على البحر. ايوا 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 حاولي وانت باقيه تهدي فيه، احترمي راسك. واصلا انت هو ما عنده ما يدير بيك، معايا غادي يعيش معزز مكرم خير من العيشه ديال الدل اللي كان عايش معك يا الشارفه. ايوا هي اللي بديتي بها لالا الصغيره وهزيتيه عليا ودركتو عليا كمارتكم. يلا ها قويدر يلا، ما نعرف كي كنت صابر لهاد الجنس. اوف على مركه. ايوا تباني لي جيتي بيديك خاويين وما جبتيش معاك العماريه، ياك ما راكي ناويه تحزميه على ظهرك. قويدر واش طرا هاد تقول؟ واش دسيت عليك من الاول وانا نقولها لك وانتي ما تسمعي ليش؟ هاويلي ما فهمتش. لا فتحة ما كاين والو، غير جلية تشلو لي مي كنت مرض داك الوقيتة. الحمد لله اللي سلك ربي بوحبل. لا ايه يا ماشي وقت الصمادات، يلا برا تسويتي وا حقارة اخر مرة يطوروا لك الرجلين وتقربي لداري. والله والله والثالثة يسمح الله، يا حتى تندمي على النهار اللي ولدتك امك. نوري لك تدخلي لداري وتهدي لي البنات. اياي ما كانش المخزن في البلاد؟ فين ما جات شي مسخه تدخل بالتهديد؟ ايوا يلا هيه، الا سميتك مرا ومزغرتي عليك امك عاودي دوري بجهتي كمالت السقول. هاكي شربي هاد الكاس ديال المعيشه وصافي، ما تبكيش اختي، ياك جريتي عليهم وتهنيتي صافي نساي عليك هاد الشي وديري الكوراج في وجه بنات. فين راه هاد الكوراج اختي؟ فين راه؟ بقات فيا غير الشمده اختي الطاويه، بقات فيا غير الشمده. صافي عيشة حسبي داك الشي من الماضي وبداي من جديد، عارفة ماشي سهلة ولكن عارفة قادرة تجوزي هاد الشي. كوني عيشة اللي كان عرفها ما يهزكش الريح. السلام عليكم. أمالك يا خالتي عيشة؟ واش خيتي ميلودة زاد عليها الحال ولا؟ راني كنت لحقتكم لهيها تما السبيطار رقب عليها وما لقيتكمش، عيط نوصفكم وقالوا لي والو ما نعرفش. قلت لهم وحده مقرونه العينين ومعها وحده مقليله وزرقاء اسعى والو ما عرفوكمش، وقالوا لي مسي ولا خرجوا راني لحقتكم. والله الا نشطنت بخيتي ميلودي. يا سعيدة ولدي رقب على عمتك عيشة اللي داروا بها ولاتي الحرام، ما ميلودة ما كان ما عليها درك تولي مليحة. يا راني فهم والو ما يندني. واش تتفهم يا ولدي واش تتفهم؟ قال لك دي بتفوت عليه غير مره، وانا كي بودني نحاشاك فاتت عليا جوج خطرات، دارها بيا بوصلطيعه مره اخرى. ويا ويلي ما تقرزي الصح، او حق سيدي ربي لا كنت عارفها. القلب ديالي خبر لي ديك النهاراتين، فوقاش ما نجي عنده نلقاه يتخالى بداك الويل ديال التيريفو. هذوك العينين اللي عنده ما يعجبوش، غير تشوفو تشوف تحراميات الله يستروها. ماما ماما ميلودا ولات كي كانت راها تهضر. ايوا الحمد لله على سلامتها. كنت عارفه فاتحه ينو ما غاديش تلقيني وما تسمحيش فيا. احاواه واش اللي لقات الكنز تفرط فيه؟ درك يا انا الكنز الله يكبر بيك. اواه وانت قول لي بعدا ما خليتش رزقك عندها. اعلى من راكي تهضري. هاويلي رزقك وفلوسك اللي ورت. اما انا فلوس وما انا ورت الله يهديك، راه اللي عطيتك دوك النهار راني غير خونتهم لها. هاويلي كيما تكونش هي تشمتت منا وانا تشمتت منا. هي وهي تشمتت وانتي فاش تشمتي فاتي حينو؟ ها راني معاك واش ما تيقتيش. هاويلي وحدي غير نسولك واحد السؤال وجاوبني بصراحه عليك لامان.
الكاتكات اللي شافوك الناس تسوقها ديالك ولا ديال من؟ ايه الكاتكات كاع لقيتها تنتصور معاها، بقى لي غير نسوقها. الله يهديك فتي حينو، من راه كتجيبي هاد الدفيش الخاوي؟ ويا ماما 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 عمتي سمحي لي ما وقفتش معاك. انا عليك والو، انت غير ما تمرضي ليش، الحمد لله من وليتي لاباس. ها عمتي ان شاء الله منا وهاك نعطيوها غير النشاط. اليوم كانت الحلقه الاخيره ديال غدار وسط الدار. الحمد لله على سلامتك اختي ميلودة، خاصنا الزرده، ادير لنا واحد سيدي تريد على شي على العول. هتستاهل اخويا، طيب صيفط لي خطيبي هشام وندير لكم شي طبسي ديال اللحم بالبرقوق وندير لكم حتى تريد، المهم اللي بغيتوه. ايوا صافا عمتي، هذاك اصلا ما يبكيوش عليه الناس، كان غير زايد عليك بالمصروف، ما ينفع ما يخلي اللي يستنفع. وليش انا هذا اختي ميلودي، والله ما كذبتي فيها، اكان مقرد تما كيشي شاف وعمتي ترس عليه. ها عمتي عمتي اصنتي نقول لك، راني خرجت عليك واحد الاغنيه من كنت مصدومه. ويا ما تنفسه، انتي ناشطه وتغني من الداخل وحنا ميتين عليك من برا. ايوا هاترا قولي زيدي نسمع. ودقيه دقيه ودقيه دقيه دقيه بوصلتي عمتي وفلقيه وجري عليه وجري عليه غدرك الغدار وما تحنيش فيه. ودقيه دقيه ودقيه دقيه دقيه دق المرمز عمتي وغرب ليه وللراس عطيه وللراس عطيه عطي الراس تيموم هداك ما يليق ليه. يباك 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 يلا يعطيك الصحة، جبتي هانيش أنا السيميلو دي أنستعرف بيك، يلا يالي وكان عندي شي 400 تنع اللقالك. يا ودي قال لك الناس في الناس والقرع في مشيط الراس، واش عندكم شي شغل ولا ما عندكمش؟ كاع عقيلة تجمعوا عليا، صافي انتي تسرح لك يا بعد الكرسي. ايوا المهم الله ينعلك الشيطان، أي أنا راني غادي هاد الساعة تلقاو الربح. ايوا حتى يا اختي عيشه نمشي، راني غاديه الله يكون معاك، ولا سحقيتيني صيفطي عندي. ها استنى يا اختي الضاويه نقول لك. ها شوفي وسمحي لي، الا عندك تما جوج مطيشات صيفطيهم ليه، بغيت ندير لهم مع البيض للعشاء. ها شوفي كاع ما تخميش، اليوم في العشاء غادي نكثر ونصيفط لك، وانتي روحي صلي واحد جوج ركعات ودعي ربي يخفف عليك هاد الهم. واه زعما اختي الضاويه ما تقدريش ديريهم غير انتي في بلاصتي؟ ايوا بالنسبه للفلوس اللي خلصتي الطبيب اختي الضاويه. صافي عيشه كاع ما تعاوديش لهاد الهضره، نساي كلشي في سبيل الله. الله يرحم لك الوالدين، الله يجعلها في الميزان المقبول. ايوا صافي روحي روحي الله يعاونك على العشاء، انا دروك نصلي دوك جوج ركعات الله يقبل. هات سنطيل عندها بنت خويا نقول لك، الحمد لله من بريطي، بصح بغيت نقول لك راه هاد المده اللي ديتك فيها للطبيب راني خسرت فيها بقره وبنتها. سمحي لي عمتي. الله ينعل الشيطان بنت خويا، بسمعها عليك حشال عندي بيك، غير زعما بغيت نعلمك الخلصه الجايه اللي صيفط لك داك السيد راه تفوت ديريكت 300 بحرام، خلص لك ريدي باش خلصت عليك. اما تما راه الجره ديالي الله يسمح والله ما نخلص عليها، راني حلفت قبل ما تحلفي عليا انت، كلشي في سبيل الله الله يقبل. تستاهلي عمتي تستاهلي كل خير، خيرك والله ما ننساه. يالو الو سي سعيد، بغيتك دروك عندي في البيرو. ولا بس السي ما عقلتش كي يقولوا لك. لا بس والو سحقيتك، روحنا ونتفاهموا. اوه يا ويلي اللي حضرته ما عجبت ليش، الله يخرجها على خير. الو فين راكي؟ والله لا بقاتها فيك. ما درت والو ما تحصليش فيا، اصلا عمرني عرفتها ولا عرفتها كي دايره في وجهها. على مراكي؟ وانتي على مراكي؟ راني على قويدر صدق مزلوط، لاكاتكات لعبو الريح. ايه هو الحمد لله. راكي تحمديها لي وياكي؟ لا غي قلت الحمد لله على كل حال، المهم عندك الراجل.
ودي معنا راه الراجل ولا نص، راه صدق مشل البرجليه، كي غادي ندير معاه؟ ها او مسكين، هي الهضره اللي كانوا يقولوا بالصح. هو كان بالصح، انت اللي فين كانوا عينيك تتغلطي فيه وزدتي لي بهذه المصيبه. ايوا اختي، راهم يقولوا يخلق من الشبه 40، وانا كنت باغيه لك غير الخير، بصح هذاك ما كتاب. ودروك فين غادي ديري؟ فين غادي نديرو على سعدي وحدي؟ راني نديه للدار. ايوا الله على راحة، واحد جبل كنت هزاه الحمد لله. ميلودا روحي سعدي بنتي، روحي جمعي ديك البيت اللي كان فيه هذاك الزمر، وفين ماشي حاجة ديالو تمشي للصليح، وحط الحيوط غسليهم بجابيل والمالقاطة، ما بغيتش نشم ريحة ريحتو، راه تبقى تدور عندي هنا. والله عمتي لا صدقتي خطيرة، لو كان يشوفوك الهنود يطيروك، فين تباني مع عبلة كامل ولا فاتين حمامة؟ الهنود وفاتين حمامة؟ وروح بنت خويا روح، شاب لي بالي مازال ما تفيقي بالصمدة. خوتي وخوتاتي العزاز، إلى عجبكم هذا الفيديو وصلتوا حتى لهنا، ما تنسوناش بالبصمة، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناة باش يوصل كل جديد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، تصبحون على خير.